الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يقول الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أخرجه البخاري. أمنا عائشة رضي الله عنها وحلاذها النبي وحوها كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه قفضوا كشيكتو وحدبوا سوغاري أو كان به قرحة أما بوغ يكتالو أو جرح أما داوع وكيالو قفا ويمد مثلا بوغ باكتالو أما داوع باكيالو رسول كنا صلى الله عليه وسلم وحوكود وينجري سيدنا أمنا شكتي رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه فرتيسا أي هكذا به جري، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض سيدا رسول كينا صلى الله عليه وسلم فرتيسا دولك ودق جري ثم رفعها مركز كر قاد جري وقال وحده جري بسم الله مقعي إلهي بن كب اللوضي تربة أرضنا هذه تربط أرضنا دلكن عيدي سويان بريقة بعضنا قاركين تفتان كودا با يشفى سقيمنا لو عافيا كين جرن وكو عافي ماذا بإذن ربنا ربي جينا إذن كيسة، رواه البخاري. مركا رسول كينا صلى الله عليه وسلم قفحا وصن أو بوغ يكوتا الله أما داوع سيدا سوكو دوين جري وحيليه مركا علمضو maxaa ciid loo taabanaya sidoo kale aan dhufno loogu tufaya waxa leeyihiin bani aadamka wuxuu ugu horeeyay laga uumay abuna aadam ciid bay ahayd wixii ku xigay ee bani aadam laga uumayna waxay ahayd aan dhufta oo aaminida marka labadiba la isku dari dhulkii oo la taabto iyo marka iyo aan dhufti oo marka la tufayo qofka marka wuxuu oran jiray bismillaahi turbatu ardina بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا سيدا سورن جري مركا دول كان هدا لطامنا يوم دول كي مدينة ما دام رسولك ومدينة جوغي ومدينة دا خاص كوتا هاي مسميل كستو لدقين يهي ما أرقتي والله سمعين يا سيدا قف دو حنوسين يهي حديثك حوم وغضين عام يهي والله أعلم قاركودنا وحيرة هذين ومدينة عن عائشة رضي الله عنها وحيث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وحوها يعوض مدمغنقلي بعض أهله أهل كيس قاركود بومغنقلين جري إلهي يمسح بيده اليمنى قعنتي سمذيك بومركا كوم السحي جري وقال وحو أرن جري اللهم رب الناس يا رب الناس دتك ربي وضيو أذهب البأس إله مرضك كقات يعذرك واشفي الله شافي أنت شافي أديك أدتك شافية لا شفاء شفاء مجري عافمات إلا شفاؤك عافمات كذا مويه شفاء أن الله سير روحا لا يغادر أنا كتغين سقى من جر أنا كتغين سيدا سورا جري متفق عليه. وعن عثمان ابن أبي العاص صحابي جليل كويان وان صومرني بضنا شيطان بعد بجري صحابي جليل كا أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولكم مركا أدعو ذيو وحوق أدعو ذي وجعا حنون يجده في جسده جركي سوكد ليمي جري منذ أسلم
laga soo bilaabo markuu islaamay ilaa waqtiga uu joogo ayuu Cuthmaan markaa radiyallahu anhu dareemi jiray. Faqaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, rasuulku wuxuu ku yidhi, dac yadaka, gacantaada saar, cala aladii ya'lamu, meesha ku xanuunayso, min jasadika, jirkaaga ka mid ah, waqul, waxaa tidhaahdaa bismillaah 3 maraat dheh, gacantaada awalan meesha ku xanuunayso saar, saasaa lagu daweynaya. Waqul 7 maraatinna waxaa tidhaahdaa acuudu, waxaan magan geli, bicizati illaahi, alle cizadiisa iyo weynidiisa, wa qudratihi iyo awooddiisa, min shari maa ajidu, waxa aan helayo xanuunkaan ihaya ilaahay baan magan gelayaa, wa uxaadiru, ee aan ka cabsanayo xanuunkaan igu dhegan baan ilaahay ka magan gelayaa 7 jeer. Marka ugu horeysana bismillaahi baa waxaad odhanaysaa 3 jeer, 7 jeerna tanaad akhrinaysaa. Akhrajahu Muslim. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من عباس بار رسولك كورين يقال وحو يري من عاد مريضا قفك بوغضا قف حنوصا قفك مريضك والله بوغضا أجر بضن بالغوه لا قفك ملائك بضن بأود عينيسا أو إلا تضباطا كنو ملقاريسا بير جنو سيد أحمريا أجر بضن بوكه ليا قفك قف مريض بوغضا وانا حق مسلم كقفك لوكولي هي من عاد مريضا قفك قف جرن بوغضا قفك صو لم يحضر أجله أجل كيسي وصن صو حاضر مثلا وقفا سكرادين بعد بوقتي. فقال عنده أكتي سكو أخري مركا أو كتفا 7 مرات 7 جير أسأل الله العظيم الله وينابا وحن ويدي سنيا رب العرش العظيم الله ربي عرش قوين اسكاله أن يشفيك إنه كعافيه إلا عافاه الله الله سبحانه وتعالى وعافيه وتضب جير إنا ترهضون أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا الله سبحانه وتعالى وعافنا. يا أبو داود بصوصاري والترمذي يترمذي بحديثك صوصاري. في دخول المقابر أي أباب يهي قبور تمرك لزيارنا يو قبور المسلمين وحل الربا قفك إنو زيارة وايو أجر بدن بوكه ليا سيدوك لحق ضدك مسلمين تيسكوليهم وحكم إذا قفك هدو غيري يوضينا ضد قبرك مركا آتكتو. بريدة حديثك ورينا يوحو يري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألا وحوها يعلمهم صحابة وحو بري جري إذا خرجوا إلى المقابر قبور تمركي آذان أن يقول قائلهم إنو متكودي رهضو أو أخريو السلام عليكم نبت قلي دوشي إنها هاتو أهل الديار يا أهل الديار دتك قريهان دقنو أو من المؤمنين كمدة مؤمنين تأيو من المؤمنين والمسلمين كم إذا وإنا إن شاء الله إن شاء الله جل وعلا لاحقون بكم وأن إذين سوغاري دون وقت دو إلا إن كل نفس ذائقة الموت إيجا هدين نغهر مرين أنغنا وان دبس عنا مركا سيدا صدور نيسا نسأل الله ألا ويديننا لنا أنغا إيو ولكم إذينك العافيا إذين ويديننا الله جل وعلا إلهي عاف هيدين سيو ذنوبتي هيدين كعفيو عذاب القبر هيدين كبدباديو. أخرجه مسلم. مركز زيارة القبور دعاء صلى أخرنا يا. في الاستسقاء وطلب السقيا ربضون كأيوبا بيهي إلا الربضون إلا المسلمين تو وحيليهن مركا سنوين رسول كينا صلى الله عليه وسلم وجدي هدي الرب لوايو محالة سمعين يا ما قرآن با الله أخرين أيا ما أذكار با الله أخرين أيا ما سورة ذا قرآن كم إذا إنت اللي صوت دورت عليها أن أخرين مسيم حالة سمين صلاة بلتو كذا رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم وونا دعين جري رسول كينا صلى الله عليه وسلم سيدور كلي. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحولي رضي الله عنهما وحويري قال وحويري أتت النبي بواكن وهي جمع باكية رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم وحا أيمد ضد أينيا أمرك آديات ولباطيسا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضدك وحيك دعوني إن مركا رب لآن رسولك ودعي صلى الله عليه وآله وسلم وحير اللهم اسقنا ربي نورابي غيثا رب مغيثا نوغرقارا مريئا عافمات قبا مريعا دوق بحيا نافعا آدياد وناكسا أو غير ضار أن لبينينو عاجلا سودك دقا غير آجلا روب أن نقضاهن ربي أمرك النصي
sidaas uu ku duceeyey rasuulkana sallallahu alayhi wasallam. Ducadiisa waa la aqbalay. Saxaabiga wuxuu leeyahay Jaabir ibn Cabdillaahi, fa adbaqat calayhim samaa, samadii baa markaa dabooshay oo roobkii baa yimid. Xadiidka Abu Daawuud baa soo saaray. Roobkii baa markaa soo da-ay markiiba rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markuu sidaa u duceeyey. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تيري عائشة شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكي با وحي أسو دعوذين إلى رسول الله قحوط المطر مطر كي لأنتي يأبارتي بي مركا وقد دعوذين قحوط المطر روب لأنتي بي وقد دعوذين فأمر رسولك وحو أمري بمنبر مل استاغو أمري وحو يري منبر هلقا هذا وكان لو خد بيويان ويري سوق هذا فوضع له حلو دغاي في المصلى ماشي لو توكدو ميلي عيد لو توكن جيري مسات وا لغا بخيا ووعد الناس رسول كان صلى الله عليه وسلم دتكي بو بلمي يوما مال يخرجون فيه يصوب حيان سدا صاحبون دتك ان لا دهو مالينتا سبتيدا اما اربعه روب دون بان سمينينا بنان كان وبخينا وان سو توكنينا ان سدا لو اعلاميا فيعن. فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسولك وصابح حين بدا حاجب الشمس قرح ذا طرف كذا مركو صابح وقرح مركو صابح ذي ويان. فقعد على المنبر منبر كوكو استاغيو فكبر اللويني وحمد الله عز وجل اللانا وكم هدي الله أكبر والحمد لله أي يري وخد بي ويان. ثم قال وحو يري إنكم شكوتم إذنك وحد كدعوتين بو يري جدب دياركم قريهن أبارت كل عضي واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم سيدوك لو حد كدعوتين روبك إذن كدب دعي واختيقي وإمن جري إبان زمانه واختيقي سويان عنكم أو إذنك وإذن من جري بات كدعوتين. وقد أمركم الله سبحانه اللوح إذن أمري أن تدعوه إناد الله بريدان ادعوني ووعدكم الله سبحانه وتعالى سجن وحويدين بلنقاضي أن يستجيب لكم أستجيب لكم وإنك أجيبي. ثم قال رسول كان صلى الله عليه وسلم محويري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دعاء سو أخري فاتح هذا مركز دعويا يضو أدن وإلهي الله أمانه استقوا مركز لبريو استقوا بلن للقلويا وحيابها لقد دعيست مركز لا إله إلا الله ويري يفعل الله وصمين ما يريد وحودونا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني أديك الله غني هو هضن ونحن الفقراء أننا مساكين بأن هاي أنزل علينا الغيث إله الرب نوسو دجي واجعل كيل ما أنزلت لنا وحد نوسو دجي سي قوة منا أنفع النوغيل وبلاغا ونقارسية إلى حين وقت نقارسية وإله مركا ربك سو دجي سينا هنو عذاب إلا ربك مربو عذاب نقضاء مربو مركا دتكو رفادين يايو قريه دومين يايو حوله قاض يايو مركا إلهي وحال قبر يا رب نافعة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه رسولك قعمه سكر قاضي صلى الله عليه وسلم فلم يزل في الرفع كموزول إنو كر قاضي حتى بدا إلا وكم مغضو بياض إبطيه كلكله سعدان توضى مغضي رسولك صلى الله عليه وسلم مركا دعاء إلا ميلها ولا قارسين كرا قفكا إلهي مركا قرقار ويديسانيسو قعمها إلا وحد قارسين كرتا كلكله هذا إن مغضان. ثم حول إلى الناس ظهره دتكي بمركا دبر كيس وجيديه وقلب مرضي وهوسكو قبينا كربو أبدل عمامة مركا وحل دونيا مركا يكون سارنتهاي إن الدين عكلا وقديسو. أو حول رداءه مرضي سيب الرسول كينا صلى الله عليه وسلم بدلي وهو رافع يديه سوى قعمها كرولي أتاقيا. ثم أقبل على الناس رسولك صلى الله عليه وسلم ضدك كسو جيستيو ونزل وسودقي ما بركي وكسودقي انت صلى مركا ووعدين ايا فصلى ركعتين لبرك عضوض بوتوجيي مركو سيدا سميي. فأنشاء الله إلهي وحصو أمومي ووصو أضوضي عز وجل سحابة ضرور ضرور بابا حقا كسو باللابنطي فرعدت مركاسي قعدي وبرقت مركاسيه اللعدي ثم أمطرت بإذن الله كدمنا روكي بابا دعيبه رسولكنا صلى الله عليه وسلم بادعيه. ف
فلم يأتي رسولك موسى إيمان مزده مزد كيسي موسى سوغار حتى سالت السيول إلا مركا سيول كي أي دقاقان وبداد باب اللوضي حتى سال إلا وكدريرو السيول داكي إلا ومركا كالسعود وميله يضنبا مركا داد قاضي فلما رأى رسولك صلى الله عليه وسلم مركو أركي وددك هذا دعوون أي سرعتهم سيده يودك دقيان إلى الكن ماشا لغو أشيرو وروك الله قردونتو إلا نقفك الرب مركو سودو وحوى ميل بوغالة يا صماء ورب استقع عليو كو أشيرو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم رسولك آدي أدبو وقصلي صماء هددك هذا أوي يي أو دباطيسنا أولها هد حولهنا ونقبابعين وحن هاي سنة مالي رسولك أدبو وقصلي حتى بدت إلا يكم وقتو نواجده أنيابه دولشيسا رسولك صلى الله عليه وسلم قرح ذا بدنا بام مقضي فقال مركز وحيري أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله وحنقر يا أبو يري إلهي شيك سئن وكرأ إلى رسولك صلى الله عليه وسلم وحطوسي الرب كان سجن وسنكين وإلهي هو كاني وأني أنا وحنقر يا عبد الله ورسوله إن أنا أدون إلهي رسولك سيناهي بنقر يا مركز سيدة صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود بصو صاري في الريح ضبيشي بأبابي هاي عند هبوب الريح محل أورنا يا ما يقال وحل قد عيسان أيوه إلا انتبايشان مرنا عذاب بين قطاع وهذا الزبن كان واضع ركتين وحد دعايا سونامي بعد مرمق ليسا مركا دبي لك لا صوك عيا وحال ربا مركا الله أركو إن الله سبحانه وتعالى لبريو. طيب أبو هريرة وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الريح دبيشة من روح الله ومن رحمة الله جل وعلا تأتي وحيلت ماذا بالرحمة روبك إلا نيذاك حساس وما وأرسلنا الرياح لواقحة ويكحين إساي ومركة هذا ما أرقتي دلق إيو وحيابنا بمركة سوقة دا مرهي سوقة دا مركة سميلك لكتورتا تأتي بالرحمة إلى التي مادة وتأتي بالعذاب إلى التي مادة فإذا رأيتموها هداد أركتان دبيشة فلا تصبوها دبيشة مركها عاينة ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات الله سبحانه وتعالى يا صدري ومن آياته ويان واسألوا الله ألا وحد ويديستان خيرها خيرك ويديست خير كذا واستعيذوا بالله من شرها شر كذا نكما ننقل اللهم إني أسألك من خير هذا الريح بدر نيسا وأعوذ بك من شرها أبو داود بحديث كسو صاري وابن ماجه عائشة وحي لها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان لوحوها إذا عصفت الريح ريح ذا يضبيش مركي دبطو قال وحو أرنجري اللهم إني أسألك خيرها خير كذا كويدي سنيا وخير ما فيها وح خير كجرة وخير ما أرسلت به يا وحي خير للا صدري وأعوذ بك وحن كما قال من شرها دبيشا شرط هذا وشر ما فيها يا وح شر لحد هذا كجرة وشر ما أرسلت به وح شر للا صدري مسلم بصوصاري عائشة وحي لذا رضي الله عنها رسولك أنا دبيل يهرب مركو أكو أدبو أن حجري قريبو قال يا وصابح يا هدنا وقال هدنا وصابح كذب إلهي وكما قال جري يعني شرط هذا خير كذا نودي سنجري طيب عائشة واتن أمنا عائشة رضي الله عنها وحيلها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها إذا رأى ناشئا أي سحابا لم يتكامل اجتماعه واصطباء واصطحابه أدو أركو مركا ضرور سو بلابان إيسا وصو سعطميل لردو كأركو في أفق مثلا لنعو كأركو في أفق السماء دين عصام هذا كم إذا هدو الضبيل أو أركو رسولك صلى الله عليه وسلم سوى سعوتا ترك العمل عملك وكتك جري وإن كان في صلاة هدابها هذه مركة دعاء دحديدة وكتك جري ثم يقول وحو أرنجري ودعي سنجري ودعذان اللهم إني أسألك من شرها ربي وشرت إذا كان مقنقلي فإن مطر ضبيشا هدي مركة روب صوك حيث روب أودعو استغنوا ودعي سنجري قال وحو أرنجري اللهم ربي يا رب يا إلهنا صيبا اجعلها إله وكيل
صيبا روب كيل هنيئا نافعا او دقن وانا نقريها بربورين حولها ديلين داد بضن انا كينين وهذا ركتين في بانات الدنيا دان دتك سيدة يقول لهم انا يان فلا ديسكا بركا الهي بالله من كلا روب هدو سودة انا الله سبحانه وتعالى يا مركا الله بريا باب ما يقال في الرعد وحل اورانا يو قوقع مركا الله مقلو محال اوران كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وحوها اذا سمع الرعد قوقع مركا مقلو ترك الحديث وركي شاكين توكتك جري وقال وحو اوران جري سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي آية داس وأخرين جري أو سورة الرعد كجرت سبحان وحان نزهن الذي الليه يسبح الرعد قوقع مركا ونزهيو بحمده سوق ديهن قوقع مركا وحويا وتنزيه الله جل وعلا بواقع صاد مغليسان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم شيء كالسإله بمركا نزها لكن أنا ما فهمي كرنا والملائكة نصدوك له إلهي بمركا تسبيح ستاية من خيفته الله سبحانه وتعالى عبسديسا كاسا نزها ما يقال الإمام مالك بحديث كصوصاري في الموطأ ما يقال وحل أورانا يولغد عيسانا يو عند نزول الغيث روك مركو سودو والروبا دعي مركا محل أوران قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وحيري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح ونتجي رسولك ألا نتجي بالحديبية ماشي حديبية لكم مقعابو في إثر سماء كانت من الليل روب حال دعي قذاشي ونتجي فلما انصرف مركو صلاة الصبح كبحي أقبل على الناس دتكو كسو جيسيو فقال وحيري هل تدرون ما أختهين ماذا قال ربكم ربكين وحيري قالوا وحير أهدين الله ورسوله أعلم إلا أن إلهي أنباقرنا يا رسولك صلى الله وحيودي قال رسولك أنا صلى الله عليه وسلم وحير أصبح من عبادي أضمضي ذوي صبحيستين إيوغا أكل بحي مؤمن بي مد الرميي إيو وكافر مد وكفري أما من قال قفك يري ساكي صبح ذي مطرنا وحانا لغو رابيي بفضل الله ألا فضل جيسا ديرات جيسا ورحمته حريسيسا فذلك كا مؤمن بي ومد الرميي كافر بالكوكب أو حدق مركا كفريي وأما من قال قفك لها مطرنا بنوء كذا وكذا وحانا لغو رابيي حدقي حالي أن أركيني إلا أن تطبع حدقها في ريا أو حيرانيان ضيحات أما حدقها دو حقا كصوب حق البيت روبا إمانا يا روبا نودا أيا تاسا لديدا يا مركا قفك سيدا يا رهدا كذا وكذا فذلك كافر بي ومدق كفري قفك نعمد إلهي حدق تيريا مؤمن بالكوكب ومد مركا حدق رميسا ويان مركا وحال ربا روبا دودو الحمد لله الذي أمطرنا بفضله ورحمته أما مطرنا بفضل الله ورحمته إن الله بحال دوني متفق عليه قال أنس قال أنس رضي الله عنه دخل رجل باسوق المسجد يوم الجمعة ما الجمعة رسول كينا صلى الله عليه وسلم وخطبين يا روح مسجد كسوق لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله قائم تاغن ويخطب خطبتي أخرين يا فقال وحيدي يا رسول الله رسولك الله هلكت الأموال أمواشي مركا ويبابئين أبار درتي حوله ويبابئين وانقطعت السبول جلسين ويقوين أبار درت هذا وحسو عنا يمالي أم بالله بابا أي فقال مركا وحو يري وانقطع وحو يري هلكت الأموال وانقطعت السبول فادعوا الله ألي نوبري مركا يغيثنا هنورا بي أحرابها النصي فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدي ثم قال اللهم أغثنا ربي ونورابي اللهم أغثنا إله ونورابي لبدا شيء بمركا والله رب دوني كرا سيدوك الإمام كمالين تخطبة ورب دوني كرا وأنا ميل ما لها خطبة مركا اللي تكن يقعمها يبنان تين لقاضي إمام كينو قاضي قعمه كر قاضي اللهم غيثنا وكر رب دوني يا جمعة بحديدة بنان كان والله بحكرا يا مركا سيد رسول كريو سمي تنو سمي طيب أنا سوحو يري والله ودارانا يا سيد الله رما يوحق وشيغيو ما نرى في السماء من سحاب وحيري
marka rasuulkeena uu ducaynayo wax daruuro samada ka muuqday ma leh, walaa gazaca haddaa gazaca kama muuqan, waa qicatu min alkaymi, wax daruura oo yar haddaa cirka kama muuqan buu yidhi Anas ibni Malik. Wamaa baynanaa wa bayna salcin min bunyaanin walaa daar, wuxuu yidhi wamaa baynana unooma dhexayna wa bayna salcin, buurta salci lagu magacaabo waa buur marka Madiina jiha algarbiya ashimaaliya ka jirta, annaga iyo markaa salcina min bunyaani wax dhisan walaa daarini gurinoo dhexeeye male, oo buurta waan arkayna salc weynoo muuqatay. Fa talacat, daruur baa waxay kasoo baxday, min waraa'ihi buurta gadaasheeda waxaa kasoo baxday, saxaabatun daruur baa kasoo baxday, falamaa tawasatat assamaa, samada dhexdeeda daruurtii markay timid ilaa xaggay kasoo baxday buur gadaasheed, intasharat way daruurtii way kala baxday way faaftay, uma amtarat way da'day, falaa wallaahi maa ra'aynaa, ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi maa ra'ayna shamsa, qorax maanan arkin, sabtan usbuuc, ilaan jumca la joogay ilaa sabtidii kale roobka sidaas uu da'ayay. Uma dakala rajulu min dalika albaab fi ljumcati lmuqbila, haddana nin baa albaabkii isla albaabkii jimcadii uu kasoo galay hore, nin baa haddana jumcadan kasoo galay buu yidhi. Wa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaa'imun yakhtubu, rasuulkoo khudbaynaya, faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah halakat alamwaal, xoolihii roob baa dhambeeyey, waagi hore maxay la dhammaadeen abaar, wanqatacat isubul, jidadkiina way gooyeen oo roob baa markaa lala mari la'yahay, fadcu llaha ilaahay noo bari, yumsikuhaa cannaa, ilaahay roobkan ha naga joojiye. Farafaca nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam yadayhi tuma qaala wuxuu yidhi allaahumma rabbi yow, xawaalaynaa yeel, hareeraheenna naga yeel, walaa calaynaa, roobka dhinac naga mariyo dusheena ha yeelin, allaahumma allah waxaad yeeshaa, cala alaakaami, tuurasha iyo taagaga, meelaha roobka yeel, ilaan dhib uma geysanayo, waadiraabi yeel, buuraha yaryar dushooda, wa butuuni alawdiya, iyo waadiyaasha dhexdooda rabow roobka ku shub, wanaabiti shajar, iyo meelaha geedaha ay ka soo baxaane markaa qaabaadka, iyo meelaha dhirtu ay ka baxdo rabiyo meelaha yeel. Fanqalacat, way siibantay daruurtii, wa kharajnaa, waan soo baxnay, namshi annagoo ku soconna, fi shamsi, qoraxdii ku soconna. Rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ducadiisiina waa la aqbalay, allah subxaanahu watacaala roobkii wuu ka qaaday. fi ru'yati lhilaali, hilaasha masalan ama bisha aragtideeda waxa la oranayo, bisha marka la arko hilaal waxaa lagu magacaabaa waa awalu leylin aw ithaaniyati aw ithaalitha, bisha markay yartahay baa lagu magacaabaa hilaal, markay weynaatana qamar baa la dhahaa. Markaa bisha marka la arko waxaa la doonaya in la ducaysto. Rasuulkeena sal allahu calayhi wa alihi wasalam wuu ducaysan jiray ilaahay inuu bisha ka dhigo bilkhayr qabta. Cabdullah ibnu cumar wuxuu rasuulka sal allahu calayhi wasalam ka warinayaa, wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wa alihi wasalam idaa ra'a alhilaala, bisha markuu arko iyadoo dhalatay, qaala wuxuu dhihi jiray allahu akbar, allah weyn, allahuma ahillahu calayna, ilaahow dusheenna dhali bishan, bilamni, amni ilaahow dusheenna ku dhali, amaan, waalimaani iimaan, iyo wasalaamati nabadgelyo, iyo waalislaami, saasuu ku ducaysan jiray rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam. Allahuma ahillahu calayna bilamn, ilaan amniga waa shay muhiima weeyaan, waatawfiiqi, inaad na waafajiso ilaahu bishaan noogu dhali, limaa tuxibu, waxaad jeceshahay, iyo watardaa, raalli aad ka tahay, rabbunaa, rabbigeenna, iyo wa rabbuka allaahu, iyo rabbigaagaba bishuu tilmaamayaa allah weeyaan. Ilaan waxaa jira dad bisha caabuda, rasuulkeena tawxiid buu qiraya markaa, wuxuu leeyay annaga ku caabudi mayne, ilaahay baan baryaynaa, rabbigeenna na barbaariyey, iyo kan ku soo bixiyey oo ku leh bishaanba waa rabbunaa weeyaan, allah weeyaan jalla wacalaa, saasuu dhihi jiray. Addaarimi baa xadiid ka soo saaray oo tirmidi. Fi safari, maa yuqaalu fi safari, waxaa lagu ducaysanayo safarka dhexdiisa. Abu Hurayra wuxuu yidhi can nabiyi sala allahu calayhi wa alihi wasalam qaala, wuxuu yidhi rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam faman araada an yusaafira, qofka doona inuu safro, falyaqul, ha yidhaahdo, liman yukhallifu, qofka markaa ka haraya ha ku yidhaahdo, ha ugu duceeyo, astawdicukum allah, allaan markaa idin wadeeca dhigay, howlihiinoo dhan allaan u dhiibay, alladii allahaasoo laa tadiicu, aynan dayacmin,
ودائعه وحى الله سبحانه وتعالى لو امانيستو لو ديبو الله مركا ايدين ودا عدغي الله مغيسان ايدين كو حفديي اخرجه ابن السني بمكة حديثه سو صاري ابن عمر وحولي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وحولي ان الله الله اذا تودع هذه مركا لو ديبو شيئا انو حفديو الله سبحانه وتعالى لو ودا عدغو حفظه الله سبحانه وتعالى وحفظه مركا وحل دون غير هداد كتجيسو إلما هداد كتجيسو أولا إلهي إنا دمانا وغدكتو وترى غيرك يا أولادا يا مالك ربي وأديكا كاغتجي داد كتجيسنا سيدات المركا وغدو عينيسا وقال سالم وحو يدي ابن عمر بعد علي سالم كان ابن عمر أبهي وحوها رضي الله عنهما يقول مدير هذا للرجل قفك وحوك أورنجر إذا أراد سفرا سفر مركو دونه أدن مني إيسو دوو بوده جري وودعك وانكو سقوتين يا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد رسولك قال لي يودعنا ونو سقوتين جري فيقول وحوده جري أستودع الله وحان مركا وذي عدقي الله وان أدي بينو حفظيو دينك دين تاذا إلهي حفظيو وأمانتك أمانة ذا إلهي حفظيو وخواتيما عملك عملك هاجنا مركا كيسة وقدم بيا إلهي مركا حفظيو إلهي بن أولي بي الترمذي بحديث كسو صاري مركا سيدة صد أورانيسا قفك بحي وحو أوراني أستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك اللو أوراني قفك اللي قتك إنيا وحلو أوراني أستودع الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أي اللو أوراني ابن عمر وحوير ومن وجه آخر كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وحوها إذا ودع رجلا قفضوا مركز قوتينيو أخذ بيده بعنتي سوق بنجيريو فلا يدعها موسى كتجر حتى يكون الرجل روحا سفرا إلا هذا هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم قف بعنتي سوق بنجيري موسى سيدينجر إلا قفك كالسك وسيدايو يد النبي وذكره الترمذي بحديث كصوصة مركز سنة ويان وفضاد مركز سلام تصيده وكله دعانت إن أتقوها يسو إلا إستقو وكاقا ضموي أنس بن مالك رضي الله عنه وحويري جاء الرجل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نمبع رسولك ويمده فقال وحويري يا رسول الله إني أريد سفر رسولك الله سفر باندوني يا زودني مركا صحيسي فقال وحكي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم زودك الله تقوى إلهي حبسي هكا قدقو مركا زاد هكا قدقو أو صحيح هكا قدقو قال له وحكي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وحصحي الله قدقت وحوفعا عبسي ذا الله جل وعلا اللهم زوده التقوى بقدعي قال إنك وحكي زدني دعاء رسولك الرباي رسولك الله إزيادي قال وحكي وغفر ذنبك إلهي ذنبك هذا غفر الله ذنبك وكير قال وحي لصحابك زدني رسولك الله زيادي ويسر لك الخير خيرنا إلهي مركا حكوف الزيو حيثما كنت ملك السوديوك سيدا ساقفك سيدوك للوغ دعيني زودك الله تقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت نقفك مركو كاتقي وفي عنت أنا ضوغ دكتور صحي حديث حسن الترمذي بحديث كما سو صاري وعن ابي هريره ابي هريره رضي الله عنه وحورنا ان رجلا نبا مركا قال وحور يا رسول الله رسولك الله انه اني اريد ان اسافر وحدون يا ان سفر فوصني يدر دارا قال وحور عليك بتقوى الله اله تعف سفرك انت تكجرت تقوى الله جل وعلا هو شيء مهم ويان والتكبير يا عليك التكبير ان الله اكبر تراضو على كل شرف ملك سوتاج وأدمريس مثلا بور بطفوليس الله أكبر دي جرانجر طفوليس الله أكبر دي ملك رطفوليس الله أكبر دي على كل شرف المكان العالي من الأرض ويان فلما ولى صحابي مركو فلما ولى الرجل صحابي مركو جيستي أو دقاطي رسول كان الدعوة مركا كذب دريه وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له البعد إله مركا فوغانتا أسو دوي فوغانتا إني مسافران دير ربي يو مركا أسو دوي اللهم اطوي له البعد إله أسو اللالاب
وصو دودوب فوقان شهان سفر دير بوصو عداي وهون عليه السفر سيدو كلام الربي وسفر كفوذي تاسو ودعي الترمذي بحديث كصوص عريو وحديث حسن في ركوب الدابة دابة مركا يقاديت كفوليتان كيسي أيوبا بيهي وحال سبحانه وتعالى إلهي ونغن معي السيد وحكم إذا وحيابها اللفولة أما ديارتها هاتو أما مركبها هذا أما ترينها هذا أما قاري وحال دون يا مركا مركا تفوشو إلهي نتحسوسو تود نعمده وكسيي هذا وشكرسو. قال علي بن ربيع وحويري شهدت وحن مخاتك هايون لجوغي علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي أمرك أتي لوليمد بدابة قاديد بلوليمد ليركبها سيو أفولو فلما وضع رجله في الركاب قاديد كمركو لكتي سساري قال وحويري بسم الله سيدة صدراني سقاريك مركض فوشو فلما استوى على ظهرها دبركي قاديد كمركو كفري سي قال وحويري الحمد لله تاسويري ثم قال وحويري سبحان الذي سخر لنا هذا أصبح وحن زهيا الذي سخر لنا اللي هي نوفذ ذيي لنا أنك هذا كان مركوب كان وما كنا له ما نحن مركا كو مقرنين أو ذئنا سميستان وإنا إلى ربنا اللي حقيسان لمنقلبون أنقنين وآيدا مركا زخرف كجر تتاسو أخري ثم قال وحير الحمد لله ثلاث مرات بوسدح جريري ثم قال وحير الله أكبر ثلاث مرات بويري ثم قال وحير سبحانك اللهم ربي يو إني ظلمت نفسي نفتي دان ذلمي فاغفر لي إله إيداف فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذنبك مضاف إلا ذيك مويه ثم ضحك علي وقل وقصلي رضي الله عنه فقيل وحلوير يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت محاك قص شيء قال وحير إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألان أركي وفعل سمي كما فعلت سدى أن سميي ثم ضحك قصلي رسولك أن قد يسنيا وحكى سمركا ويكقد يسنجرين رضي الله عنهم أجمعين فقلت وحاني يا رسول الله رسولك ألو من أي شيء ضحكت محاك قص شيء وان ويديي قال وحير إن ربك سبحانه وتعالى ربك عليو يعجب وحولي أبيا من عبده أدونكيس إذا قال مركو يراهدو رب اغفر لي ذنوبي إله ذنبي يدي يضاف مركو يراهدو يعلم إلهي وحو أقيهي أما أدونك وحو أقيهي أنه لا يغفر الذنوب غيري إنه سندنبي قدافين أنه موية قفك لي تاسو مركا رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم كقص لي علينا وكقص لي الله جل وعلا مركا وولي أبا قفك وولي أبيا قفكا توحيد كيسا إلهي سدو أقري قفك لو دنبي دافعيني ننجرين رواه أبو داود والنسائي والترمذي مركا قفك مسلم كوحلق ربا مركو دابت فولي يوحيابها أن الله سبحانه وتعالى ونوفذ ذي إلهي وشكري أو كما هذه أو دعاء أخري إلا نقارق هذه ما سميسين كرتي إلهي بكوفذ ذي ما أودي. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحوير كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان لوحوها إذا استوى على بعيره مركا بعير كيسا مركو دشيسا كنا قادو أو كيسا أو مركوب كيسا خارجا إلى سفر سوى سفر وصعدا كبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بوده جري ثم قال وحوده جري سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ربي وحنكو ديسننا في سفرنا هذا سفر كأن كان البر عمل وناكسون وضنبا كو ديسننا والتقوى يا عبسي الله سبحانه وتعالى ومن العمل ما يعمل كان كيسا كو ديسننا ترضى رالي أتكتهي اللهم ربي الله هو النفوذ ذي علينا دشنا سفرنا هذا سفر كان نفوذ ذي وطوي عنا بعده إله نصو يري ونصو دو دوب فقانتي سإله نصو دو دوب ونفوذ ذي اللهم ألو أنت صاحب اللهم أركان نلج رباتهي بعلمه في السفر سفر كوان لسعوتا والخليفة صدوك لنا اللي هي نود بمرأيباته في الأهل إهل كينا وكاغسوتكنا بعلمك وانا نلسعوتا اللهم ربي يو إني أعوذ بك وحن كان مقنقلي
من وعثاء السفر، سفر كدبكيسا كما قال مشقديسا، وكآبة المنظر سوء الهيبة الهيئة سدوك لو وكآبة المنظر أركتذا حن وسفر كدحديسا كما قال وسوء المنقلب في المال والأهل، وسوء المنقلب يصون نقش حن بان كما قال أن أصون نقضو يقوى هلابي في المال مالكي الأهل أهلكي سيداس رسولك صلى الله عليه وسلم قرن جري سيداس الله ربا مركا الله جل وعلا هذا سيدا أبرده أهلكي وكو إلالين مالكي وكو إلالين أبيغو وحاتون نقل مركا فرحسن وصفر كي أنا كن رفادين وأهلكي مالكي إلهي وكو إلالي سيداس الله دون يا مركا هذا دتك سفر كي هذا دعوين كي والله المامي دتك وحي شقاك دكتين قفك أما قرون كي بلا تيجي أما ترين كي بلا آدي أما بس كي صور ريان لسك قاضو أم دتك بركا أنا لسو دعيني ندتك اللو دعيني تاسا دتك وياهن لقوم الشقيي ريركي سمركو وصو النقضان دعا داس وأخرين جي رسول كينا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أنه وأخرين جيري وحوكوسي داري جيري وإذا رجع مركو وصو النقضان قال هن دعوين كان بو نخرين جيري أنصور دافني اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا وحوكوسي وزاد فيهن وحوكوسي يادين جيري آيبون وانصو النقضني تائبون إلهي بامصيد وكلا أطوبتك أني عابدونا إلهي من مركا عابدينا حامدون وكم هذينينا لربنا ربنا وكم هدينينا ما دام السفر كي وسيسها للنوس علي أنقو عافمات قبنا إهل كينا أصون نقني إلهي بان عابدينا وأطوبت كيني وأن نقني مسلم بحديث كسور صاري وفي وجه آخر وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وحي أهاين رسولك صلى الله عليه وسلم يسحاب ديسا إذا علوا هدي فولان الثنايا ميل سريسا الطريق العالي ميل كورمر كيفولان المرتفعات من الطرق ويان كبروا الله أكبر بيده جيرين وإذا هبطوا مركي سود دقان سبحوا سبحان الله بيده جيرين إلا محويان ميل كورة فولة سوماها ميل كوستا وأطفو شوكر إله باكسر ريا ميل كسو وين الدنيا دان أو الله بسي هدا هلا يابن مركات أطفو شميش وقدم بيسا وإن أترى الله أكبر هذا واحد جرى دارة وما هلا فولا يو العقب ده لقوا بحنيه بقول دولار أما شن بقول أما لح بقول لقوا بحنيه برج الخليفة وكلو حليهن ما لا فولا نبى وحب حنيه شن بقول أمريكا ريال أما درهم أما دينار سوى ماشى وصل ريت وصل ماشى أمريكا تكتب حل رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن ترى إلهي بكسي سرية أمريكا سود جي سنة ملك سوه وس الله سبحانه وتعالى وحد كنا زهين وسنا حسينين وأترى سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلين وحجر ما إله هذا باكن هو سلو قلي سما سدح أفر شن هلا يا بن مركا إله ينزه مركا ضربته حسك الله سبحانه وتعالى الله إمو أبو داود بصو صاري في القرية أيوب أبي هاي مركا مقالذي أو البلدة أما مركا مقالذي إذا أراد دخولها أو دون يئنو قلوح أورانا يو بلدة مركا ومقالوين أما قرية تولدي أو البلدة أما مقالدي وينيد إذا أراد دخولها قلتانك إذا مركو دونه ماذا يقول قفكم حو أرانيا صفر باتاهي مقالا كوكو عصب دوتك ما تقاند دبي عبد إذا مقرنيسد وحال ربين الدعيستو عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك اللوحوها لم يرى قرية موسى أركن مركا مقالو يريد دخولها ودون ينو قلو مثل مقالذي بوسو دوادي مركو أركو مقالذي قريه مركي باللوضان إلا قال حين يراها وحو أرنجري مركو أركو مقالذا اللهم رب السماوات السبع الله سماواتك السبع أوميو تضبضاء وما أضللنا يوحى أي هريين ورب الأرضين السبع يتضبضاء أرضي يوحى وما أقللنا وحى أي حنبارين وحى دشوا ضصارا تضبض الظل اللي نحاكو جرى معادنا وحى وبيالو مريا وحى مركا بوري كسرا ها إلهي بعد مركا نزهيسا ورب الشياطين هي شياطين تربي قوضة وما أضللنا وحى أي لميين ورب الرياح يضبي لها ربي قوضيو وما ذرينا وحى أي كحينيا بان مركا بري ياي أسألك ربي وحنكوي ديسا خير هذه القرية
magaaladan khayrkeeda ku weydiisan, wa khayra ahlihaa iyo ahalkeeda khayrkeeda, wa khayra maa fiiha iyo waxa khayr oo dhexdeeda ah, wa acuudu bika waxaan kaa magangeli, min shariha baan ka magangeli, rabbi yow sharteedaan kaa magangeli, wa shari ahliha iyo ahalkeeda shartoodaan kaa magangelaya, wa shari maa fiiha iyo waxa sharo magaalada dhexdeeda yaalla. Annasaa'iyu wagayruhu baa soo saaray. Alxamdu lilah aladii wafaqani, alxamdu lilah. Masalan, badanaa ilaahay wuu xasuusiyaa ducadaas markaan magaalo cusub markaa aan galayno. Walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. Fi lmanzili yanziluhu, wuxuu u baab yahay qofka waxa uu oranayo markuu soo galo guri, markuu soo galo guri buu alleh subxaanahu watacaala ku siiyey, awooddaada kumaadan helin, wuu kugu nimceeyey, waad ku cibaadaysataa, ilmihii baad ku haysataa, bannaanka haddii lagu soo dhigo maanta waxa weeyaan waad rafaadaysaa. Marka waxaa la doonayaa gurigaas inaad alle subxaanahu watacaala ku xusto, khaasatan marka ugu horreeya guriga aad degayso. Khawlah bin Xakam wuxuu yidhi, qaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, man nazala manzilan, qofkii guri dega, uma qaala yidhaahda, acuudu bikalimaati illaahi taammaat, acuudu waxaan magangeli bikalimaati illaahi, kalimaadkii ilaahay attaammaati ee dhammaystiran, waa qur'aankii baan magangelayaa, sifaadkiisii, min shari maa khalaqa, min shari maa, kii shartiisa oo khalaqa uu uumay oo dhan baan magangelayaa, shartiisaan ka magangelayaa oo kelimaadkaasaan magangelayaa. lam yadurahu shay-un, shay ma dhibo, xataa yartaxila min manzilihi dalika, ilaa guriga uu ka guuro. Marka ma rabtaa guriga inuu kuu barakoobo, ducadaas qoro, ilmaha bar, adiga akhri, haddaadan horay u akhrin, haddaaya kaa hoos baxday, waxaa la doonayaa markaad maqasho in adkaartaa lagu dhaqmo, guryaha lagu akhriyo. Muslimun baa markaa xadiidka soo saaray, ilan guriga shaytaan baa soo gelaya, ibliis baa soo gelaya, cid kastaa soo gelaysa oo kusoo weeraraysa, dad daris waxaa laga yaabaa xun inaad yeelato. ilaahay waxyaabahaasoo dhan markaa wuu kaaga difaacayaa biidni illaahi jala wacala. Fi acaami washaraabi buu u baab yahay waxa la oranayo, fii maa yuqaalu fi acaami, raashinkii la cunayay iyo washaraabi, cabitaankii la cabayay. afara'aytum maa alladii tashrabuun, aa antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu lmunziluun, biyahan la cabay ilaahay baa soo dejiyey. hadday doon alleh subxaanahu watacaala uu doono way iska tegayaan, markaa marka soo la cabo alxamdu lilah in la dhaho weeyaan. qaala allahu tacaala, alle wuxuu yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa iimaanka laga helayo, kuluu min tayibaati maa, cuna markaa min tayibaati maa, tayibaatka xaggiisa ka cuna, oo razaqnaakum an idinku irsaaqnay, washkuruu lilaahi, ilaahay u shukriya, in kuntum iyaahu tacbuduun, ilaahay haddaa markaa haddaad caabudaysaan, aatihin kuwa ilaahay caabudaya oo waxdaaniyadiisa qirsan, waxaad samaysaan ilaahay markaad wuxuu idinku irsaaqay cuntaan, waxaad tidhaahdaan carabkiina alxamdu lilah ka dhaxa. camar ibni salama wuxuu yidhi radia allahu canhu, qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, yaa bunaya, wiilkayow, camar buu ku oranayaa, umu salama waa ummulmu'miniin weeyaan, waa kaan soo marnay, wiilka salamaa dhalayo waa wiilkeedii weeyaan, waa rabiibu nabiyi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka rabiibkiisii weeyaan, hooyadii ayuu markaa la joogay oo u qabay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. ummuna umu salama, yaa bunaya, wiilkayow, sami illaaha, ilaahay magacow, raashinka markaad cunayso bismillaahi dheh, wa kul biyamiinika, midigtaadana ku cun, wa kul waxaad cuntaa, mimaa yaliika, waxa kusoo xiga. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wiilkaa yar buu tarbiya siinayaa, ilmaha markaa iyagoo yaryar baa la doonaya in la baro inaan bidixda wax lagu cunin, shaytaan baa ku cunaa, bidixda inaan waxba lagu bixinin, shaytaan baa wax ku bixiya, bidixda tahaarada loo isticmaalaa, masalan musqusha iyo in laysku nadiifiyo, midigtana wax kasoo fiican baa loo isticmaalaa. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a nin baa bidixda wax ku cabayey, wuxuu yidhi war bidixda ku cabin, markaasuu yidhi laa astatiic, la istataactu, ku yidhi ilaahu yaadan karin, gacantii way engegtay, famaa rafacahaa ilaa fiihi, marka ilmahana sidaasaa loola hadlayaa, kul biyamiinika wa qul bismi illah wa kul mima yaliika, muttafaqun calayh. caaisha waxay tidhi, qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wa alihi wasalam, rasuulka alle wuxuu yidhi, idaa akala axadukum, qofkiin hadduu doono inuu wax cuno, falyadkur isma allahi, magac ilaahi ha xuso, bismi illahi ha dhaho, fii awalihi, marka ugu horreysuu bilaabayo, fa in nasiya, hadduu hilmaamo, an yadkura allah, ilaa shaytaan baa hilmaansiin, an yadkura allaha, ilaahay inuu markaa xuso, tacaala fii awalihi,
raashinka bilowgiisa fal yaqul ha yiraahdo bismillaahi ha yiraahdo awwalahu awalkiisii baan magaca ilaahay ku bilaabay wa aakhirahu ya aakhirkiisii masalan adigoo dhexda maraya haddaad xasuusato bismillaahi adaan dhihin waxaad odhanaysaa bismillaahi awwalahu wa aakhirahu atirmidi baa soo saaray wa xadiidun xasanun saxiix ilaa waxaan soo marnay shaytaan wax kasta inuu gacanta kula gelinayo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam maalin buu markaa shaytaan gacantiisa qabtay hadda gabar yar baa markaa raashin rasuulka loo soo dhigay gacanta soo gashatay markaasuu gacanta ku dhigay wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaaftay gabadha gacanteedii iyo shaytaan buu gacanteeda ku jiraan buu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam marka waxaa laisaga difaaci karaa in alle subxaanahu watacaala bisinkiisa wax kasta lagu bilaabo dacaamkana ilaahay baa na siiyey bismillaahi aan ku bilowno kadibna ilaahay aan u shukrino min adaabi acaam sidoo kale waxaa ka mid a xadiidkan rasuulka sal allahu calayhi wasalam laga warinayo abu hurayra wuxuu yidhi radia allahu canhu maa caaba rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam acaaban qadu rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam weligiis muusan ceebaynin acaam qad weligiis raashin loo keenay war raashinkan muxuu ahaa iyo saliidda ku badan iyo wuu gubtay iyo haweenkiibaa raashin kuu keenaysa markaasaad maanta dhan wax ka sheegaysaa la inishtahaahu rasuulka hadduu doono jeclaysto akalahu wuu cuni jiray wa ilaa haddii kale tarakahu ku tegi jiray rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam muttafaqun calayh weeyaan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana marka rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam waa inaan ku daysanaa culummadu waxay leeyihiin raashinka makhaayadaha ma soo gelaya maadaama kaa la iibsanayo oo business loo furtay qofka inaad tiraahdo haddee waxaan iga bedelo si fiican maadan u samayn culimo qaarkood waxay leeyihiin kaas matalan waa laga hadli karaayo qofka waa loo sheegi karaayo waxaa la oran karaa haddee raashinkan ma fiicnee waxaa ka bedel cusbada ka yaree sokorta ha ku badinin dabka ma aragtay ka yaree saliidda waa la oran karaa ay leeyihiin sidaa wallahu aclam muttafaqun calayh wa can waxshiyin anna asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabadii rasuulkabaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka alla waxshi isagana saxaabi buu ahaa waxshiy ibni xarb baa la dhahaa waa mawla jubayr ibni mutcim buu ahaa rasuulka allow innaa na'kul waan cunnaa bay yidhaahdeen walaa nashbacu mana dheregno ee rasuulka allow maad noo sheegtid waxa nagu dhacay maxaan samaynaa qaala wuxuu yidhi falacallakum taftariquun waxaa laga yaabaa gooni gooni miyaad wax u cuntaan uu yidhi ma gooni gooni baad wax u cuntaan mase waad wadaagtaan qaaluu waxay yidhaahdeen nacam rasuulka allow nin kasta saxan buu qaataa waa self service weeyaan bufeeg oo kale marka la tago qofka saxan sooma qaadanayo saasoo kale u cunayeen qaala sala allahu calayhi wasalam marka rasuulka wuxuu yidhi fajtamicuu calaa tacaamikum raashinkiina markaa ku kulma oo wadaaga sidoo kalena wadkuru isma allaahi alle subxaanahu watacaala magaciisa xusa yubaarak lakum fiihi waa la idin barakayn caafimaadka wadaaga ku fiican caafimaadka haddaan qofka keligii markas hadduu wax cuno marka caafimaadkiisa ma fiicnaanayo dadka in wax lala cunaa fiican barakadii baa soo degaysa gacantaa la geliya waa ku baroga hogaysaa magacii baa waxaa laga yaabaa ilaahay inaad adiga hilmaanto oo dadka kale kula socda inay magac xusaan baa dhici karto shaytaan markaa kulama soo gelay shaytaanna haddii hadduu kula soo galo raashinkii candhuuf buu ku tufi cuduruu wadaa marka iyo jerins buu ku tuuraya waxay baad cunaysaa kadibna qofkii wuu xanuunsan nacuudu billahi min dalik abu daawuud baa markaa soo saaray wabnu maaja xadiidkaas anas ibnu malik wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha alle la yardaa can ilcabdi addoonka markaa raalli buu ka noqon an ya'kula aluklata inuu markaa tacaam cuno ukla alwaaxida weeyaan aw ilmara hal mar inuu wax cuno markaa ilaahay raalli buu ka noqdaa fayaxmaduhu calayha markaa uu ku mahadiyo masalan qofkii maalintii dhan hadduu quraac cuno ilaahay uu ku mahadiyo alle subxaanahu watacaala aada buu raalli uga noqon aw yashraba sharba hal sharba hadduu cabo markaa ilaahay uu ku mahadiyo ilaahay raalli buu ka noqon fayaxmaduhu calayha oo ilaahay markaa uu ku mahadiyo hal raashin baad cuntay waxaad tiri alxamdu lilah ilaahay raalli buu kaa noqon hal cabitaan baad cabtay waxaad tiri alxamdu lilah ilaahay raalli buu kaa noqon mucaad ibnu anas wuxuu ahaa saxaabi sidoo kale qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam man akala tacaaman qofkii raashin cuno faqaala yidhaahda alxamdu lilaahi aladii allah mahadsan allihii acamanii haada kan i quudiyey wa rasaqaniihi igu irsaaqay min ghayri xawlin awood la-aan minni xaggayga walaa quwatin i xoog la-aan
غفر له الله ضع فيما تقدم وحي هرمري أو من ذنبه ذنب جيسا بل راشين إلهي وكسيي وأضغو مهدسي بذنب جاغي يوضن لغو دافي لكن وحال الله وافجنا يقفو إلهي وافجيي شيطان باميشي جوغا بسم الله بعده المامي هذا نحمدين تي بعده المامي سا سيدا درتي دوحا قرد دافي يفضلي قابضا وإن مركا مركز وحل قبانا إلهي أولا إن لحصو سويا وعن رجل سيدوك لوحا لقورين يا روح خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أخدمي إنبضا أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحو أهامد مقلا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرب إليه طعاما مركو راشين أسو دوويو يقول رسولك أرانيا بسم الله بأرانيا وإذا فرغ مركو دمي من طعامهين قال رسولك وحو أرانجري خادم كاتبا مقلا سوك أرانيا اللهم ربي وأطعمت واتقودسي وأسقيت وادورابسي وأغنيت سيدوك لي وأباهد بحصي وباهد بعدك سارتي وأقنيت سيدوك لي وأدرى لقلسي وهديت وادهنو نسيو هديتني ويان وأحييت وأنو ليسي فلك الحمد ربي وأدقى مهدسك لي على ما أعطيت وحد بحصي النسائي وغيره بحديثك مركا وري قفك مسلم كان دعاء وأخرين يا مرفا غاركود أبو أمامة سيدوك لوحوي لسوق رسولك كورين يكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك لوحوها إذا رفع مائدته مائدتي سمرك قرء قاضو ويلك وحيا راشنك وكجر حيرديسة قال وحو أرنجري الحمد لله الله مهل كثيرا إنبضا طيبا مهد وناكسا مباركا فيه ولبركي غير مكفي الله سبحانه وتعالى من لغمار مغير في سويان ومذن لغمار من ولا مودع إلهي ومذن لغتق ولا مستغنا سيدوك ربنا ربك إننا عن لغمار من عنه حقي سويان سيدا سؤرنج لحديثك البخاري بامركة صوصاري وحديث صحيحة في الضيف مرتدي أي أبابي هي قفكي مرتداها ونحوه يوحي لمذا ما يقول الضيف وحو أرانيو قفك ضيفك قفك مرتقليا ذكر عبد الله بن بص روحه شيخ رضي الله عنه قال وحو يري نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي رسول كان صلى الله عليه وسلم بأبهي كسو دقيب يري قال وحو يري مركا عبد الله بن بص فقربنا إليه طعاما رسول كان صلى الله عليه وسلم راشين بن أسو دويني ووطأة وطأذن والحيس يجمع بين التمر والأقط مركا وحنوكين السبق يتمر بانوكين الرسول كان صلى الله عليه وسلم فأكل منها وعنيو ثم أتي بتمر تمر بهدنا تمر بالوكيني فكان يأكله وعنيي ويلقي وتوريي النوى لفتمرتنا بين أصبعيه لبدي سفر نحضو ذو كتوري سيدا صلى الله عليه وسلم بحين يؤتوري رسول كان صلى الله عليه وسلم تمرتا طيب ويجمع سيدوك لي وحو كجمعين يي السبابة فرتا ضدك اللوعايو هي والوسطى مدة دحيسو مركا كجمعين يي سيدا سوق بني رسول كان صلى الله عليه وسلم السبابة تاصل لها اللي ان ضدك مركا اللي ذا هوريا ازجر سنة لغو تلما ما سوما ضدك بدنا تن ايمية كتلما من يسولك ايو سيدا سيدهان عرفت ضدك يكو عيسى مركا المسبحنا والله بها السبابة والبصة ومركا كساري ثم أتي وحى الله كان بشراب عبتان فشاربه وعبيه ثم ناوله وحؤديبي الذي عن يمينه روح مدت كحيقي قال وحو يري مركا عبد الله بن بص قال أبي آبه بصر وحو يري وأخذ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أما بصر با وحو قبتي بلجام دابته رسولك صلى الله عليه وسلم دابدي سو قبتي هقان كيديبو كدقي حريقي يمركا مدحو قجريبو كدقي دابدي وبصري ويان رسولك ربينو كدعيسو ادعو الله لنا رسولك الله نو دعي فقال وحير اللهم بارك لهم فيما رزقتهم إله وبرك يمركا وحاكو إرزاق دي واغفر لهم إله دنبي قوضة داف وارحمهم إله النحريس حديثك مسلم باسو صاري مركا قفك ضيفك هدي لمرك تقليو وحال الربا اللي انقفك مسافر كدعوة دي سوال الله أقبلا إن دعوة لقد البول الله نو دعي إستغنى تنوغ دعي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم سيدا سو مركا بصري سميي وانا قفك مسلم كا هدي مرتدى يوتي ما دو
sida inuu sameeyo weeyaan uu soo dhaweeyo wuxuu heli karo inuu siiyo kadibna uu markaa arrinkaa ugu duceeyo. Muslim baa xadiidka soo saaray. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة بو أيمد وسيد الخزرج بوها رضي الله عنه فجاء وحو كان بخبز خبز بو كان مركا أما ومفويا أما جباتي وزيت يزيت بو كان سليد أما الصبغ فأكل وعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحو قد عيي ري خزرج يا سعد بن عبادة أفطر عندكم الصائمون أفطرها أفرين عندكم الصائمون كو صوما أكتينها أفرين محايا لقف صوما أكتال هدوك أفر أجر كيسي يدانا لغسين صوما ها ودعاء دي أضفعا إلهي حقوقي أنا ضد صوما وكو دعية وأكل طعامكم راشنكي إننا هعنين الأبرار كو بارياش إلهي كو عابد الراشنك وأنا نمعثيك قلن إلا راشنك أفطعي اقتقي هدوعنو salaadi buu ku tukan, quraan buu ku akhrinayaa, ilaahay buu ku xusayaa iyo ku cibaadaysanayaa, masaajidiisa khayrku ku aadi, laakiin mid khayr laawe hadduu cuno intuu ku aadayo raashinkii macaasiir buu isticmaalay, zina inuu ku galaa dhici karta. Markaa tan ugu duceeyay wa akala ducaamakum al-abraar wa sallat calaykum al-malaa'ika, malaa'igtiina markaa dushiina ha idiin duceyso ugu duceeyay. Xadiidka abu daawuud baa soo saaray oo waa xadiis saxiixa weeyaan. Wuxuu u baab yahay fi salaami, salaantii buu u baab yahay iyo waxa la oranayo. An Cabdillaahi ibnu Cumar radi allahu canhumaa anna rajula nin baa sa'ala nabiya sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, rasuulka weydiiyey waa aadaabtii salaamta weeyaan, ayuu lislaami khayr, islaamka aadaabtiisa ama qaybihiisa maxaa ugu khayr badan, ayuu lislaami khayr, islaamka maxaa ugu khayr badan. Qaala wuxuu yidhi tucimu acaam, inaad dadka raashin siiso, وتقرأ سلام يا سلامتي إن أتكو أخرسو على من عرفت قفاد قرنيسو يو ولم ومن لم تعرف قفانا قرنيني إن أترى السلام عليكم وحيابه لسكو جعل ضويا ضدكو بدنا معرفة يسكو سلامان قيامها يا ساعدي إن يسو دو دهن وحلقو قرتا السلام الخاصة ضدكو حي سو سلاميان معرفو قبيل بيسكو سلاميان حافظ بيسكو سلاميان مقال يسكو سلاميان لكن إسلام نمو سكو مسلاميان أرنتاه دي لا أركو قيامه وصول دويه رسول كان وحي السلام كحوقوفي عن وتقرأ وداخرين السلام سلانتي على من عرفت قفض قرانيسو إيو ومن لم تعرف قفضا قرانين مركي بقفك داد قرطين السلام يهي شعائرتي كم بقضان جركي سيادة قنصتو سفدي سيادة قنصتو السلام عليكم ورحمة الله كله متفق عليه. أبو هريرة وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان لوحويري لا تدخلوا الجنة جنة قلميسان حتى تؤمنوا إلا إله أذكر ميسان ولا تؤمنوا ألانا مر ميسان حتى تحابوا إلا أذكجعلاتان جنة وحلقوك لا إيمان إيمان كان وحلقوه لا دتكونا استعلادان دتكو هدينا استعلان إيمانك كتقيا إيمانك حوق ميه لنا يو موناك سنانا يو إيماننا مركا جنة لغو تقام حال اسكجعلانا يا مركا سي إيمانك حوق ويشو. أفلا أدلكم على شيء شيء ميلين تسابوا يري إذا فعلتم وهدات سميسان تحاببتم أزجعلان إيسان أفشوا سلام بينكم في ذي مركا الإشاعة والإكثار سلامتي بضيع لحذينا وفكم مركو بحو مركو صوغل السلام عليكم سلفك وحي أنقابكو سوقي آدي جرين وحي رمان دكا بنين يسو سلاما السلام عليكم السلام عليكم وفكي ما أنت هدو سلامت بضيع ولا لليابي ما قعب الله بحين السلام عليكم وليا مركا هدينكي سلامت بديهيو مسلم بقى حديث كاسو صاري تاسال لدونيه سلامت الله بديه والله سكو جعلادا. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه عمار وحوير ثلاث سدة من جمعهن قفك قولان صدى فقد جمع الإيمان إيمان كيبو قولان صدى الإنصاف من نفسك نفتا ظهرت عدالة دينا قصميسو حقوق دي لقول هاي وردن إنا تكبحس حقوق دي إلهي وكوغولي هاي تن رسول كيسو وكوغولي هاي تن مسلمين تي كوغولي هن إنا تكبحسو وبذل السلام يا سلامتي او لفافيو للعالم ددكو دن او لسلامو الدنيا ده لغو فافيو والانفاق يا ان وحلا بحيو من الاقتار حول الان او وحلا بحيو ادقن وحبا هيسن ان ادبحيسو وحو حويان وحيابه ايمانك حوقو كويا شويان اثر كان مركا البخاري بصو صاري وينفقون على انفسهم وينفقون ما
marka mima razaqahumullah allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku rasaaqay bixinayaan qof kana ilaahay dartii haduu wuxuu bixiyo ilaahay wuu bedelayaa khayr buu ugu bedelayaa ilaahay dartii haduu bixiyo marka waxyaabahaas oo dhan marka iimaanka lagu helaayo qofka iimaankiisii kaamil buu noqonayaa insaaf inaad samayso waxaad naftaada la jeceshahay walaalahaaga inaad la jeclaato وقال عمران بن الحسين وحوي رجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحوي السلام عليكم فرد عليه وكرديه ثم جلس وفريسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر طبعا أجربوها لنكا ثم جاء آخر مثل بايمده فقال وحوي السلام عليكم ورحمة الله رسولك وكعلي فرد عليه وكعلي سلامتي وحوي وعليكم السلام ورحمة الله فجلس وفريسي فقال عشرون labaatan ajir baa qofkaa la siiyey uma jaa aakhar nin saddexaad baa yimid oo faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faradda calayhi rasuulkana salaantii wuu ka celiyeyo fajalasa wuu fariistay faqaala rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi halaathuuna ninkaana soddon ajir baa la siiyey waa sidaa hadba waxaad leedahay waxaad galabsato assalaamu calaykum toban baad ku heli marka waxaa fiican qofka salaanta inuu kamilo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu atirmidi baa soo saaray وحديث حسن أبو أمامة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله إن أولى الناس دتك كو أغدو بالله ألي من بدأهم كم بالله ويان بالسلام دتك كو بالله قفك دتك مركو الله كل مو سلامتك بالله وحويان قفك إلهي آدي آد وجعلي هاي أغدو ويان إلين دتك قاركي وحلقي أبا سلامتك إنه كو بالله khaasatan labada qof oo dhexdooda waxay yaalaan ama isku xanaaqsan ama cuqdada isu qaba waxa weeyaan waxaa fadli badan oo ajir badan helaya qofka walaalkii salaanta ku bilaaba man badaahum bisalaama tirmidi baa soo saarayo waa xadiidun xasan tayib cali ibn abi taalib radiallahu canhu wuxuu yidhi can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yujzi'u qofka waxaa ka kaafinaya ama dadkii can aljamaacati dadkii badnaa salaanta waxaa ka kaafinaya idaa maruu dadka markay soo maraan an yusallima axaduhum dad badan baa tihiin oo badan oo kooxa dad baad soo marteen qof idin ka mid a dadkii hadduu salaamo waxa weeyaan salaantii way idinka gudantay an yusallima axaduhum wayujzi'u sidoo kalena dadkii can iljuluusi dadkii fadhiyeyna waxaa ka kaafinaya an yarudda inuu celiyo salaantii axaduhum midkood dad badan baa tihiin hal qof hadduu salaamo dadka fadhiyo assalaamu calaykum uu dhaho waxa weeyaan idinka laydinkama rabo dadkii fadhiyana hal qof hadduu markaa salaantii idinka celiyo ma aha inaad tidhaahdo haddee qofkan kali unbaa isalaamayo salaantii iga celiyey maxaa dhacay miyaadan isalaamaynin way ka gudantay markaa dadka abu daawuud baa xadiidka soo saaray wa qaala anas radia allahu canhu anas wuxuu yidhi radia allahu canhu mara annabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulka alle wuxuu soo maray cala sibyaanin caruur oo yalcabuuna ciyaaraya fasallama calayhim uu salaamay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam ilmaha yar haddii lasoo maro haddaa waxaa la rabaa in la salaamo waa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam adiga ha oran uun dadka waaweyn un baa la salaamaa xaq qof kastoo muslim ah ha yaraado haween ha ahaado xaq bay u leeyihiin in la salaamo anas wuxuu yihi rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam caruur buu soo marayo markaa fasallama calayhim uu salaamay أبو هريرة وحو يري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم قفكين هدو يمادو إلى المجلس ماشي لفديي فليسلم دتكها سلامو فإن بدا له أن يجلس هدو دونو إنو فريستنا فليجلس هفريستو دت بعض أتمد ودل استاكتي سلام والسلام عليكم كله هذا أثرت فريستو ثم إذا قام هدوك عنا وفريستو يومركا cabbaar buu fadhiyey wuxuu doonay dan buu yeeshay oo wuu dhaqaaqay falyusallim ha salaamo mar kaloo assalaamu calaykum haddaba markuu ka tegayo falaysat iluulaa tii horreysay ma aha biaxaqa midka xaqnimo badan min alaakhirati tii dambaystay marka labadaa salaam baad samaynaysaa markaad u timaadana waad salaami markaad ka tagtana sidoo kale waad salaamaysaa xadiidka atirmidi baa soo saarayo waa xadiidun oo xasanun oo saxiix ayuu yidhi ayib wuxuu u baabiyahay fi lcutaasi waltasaa'ubi ayuu u baabiyahay fi lcutaasi hindhisadii ayuu u baabiyahay waxaa la odhanayo qofka markuu hindhiso waltasaa'ubu iyo waltasaa'ubi hamaansigii waxaa la odhanayo abu hurayra wuxuu yidhi can nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam
قال وحو يري إن الله يحب العطاس الله سبحانه وتعالى هند صدى وجعليه ويكره صدوك له ونعبيه التثاؤب همان سيقنا ونعبيه أرنكا سيدي كل عضي هند صدى وحليهين وحكوته سيساقفك إنو نشاط بوه ليا مركو هند صدى sidoo kale ilaahay buu ku mahadinayaa hindisada waxay dhahan qofka markuu hindiso maxaa loo amrayaa inuu alxamdulillaah yiraahdo qofka markuu hindisay wadnihiisa baa istaagaya shaqada joojinaya intaa yarta wadnihiisa ma shaqaynayo atasaa'ub kana ilaahay wuxuu u nacay hamaantiga shaytaan buu ka yimaadaya caajiz qofka wuxuu hamaansadaa badanaa markuu caajizan yahay wuxuu hindisaa markuu faraxsan yahay qalbigiisa fudud sidoo kale cibaadihii nashaad buu helayaa markuu hindiso qofka إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم قفكين هدوهن بسو وحمد الله إلهي وكم هديه كان حقا على كل مسلم قفكس ومسلم وسمعه وححق أن يقول إنه يرهدي يرحمك الله يرحمك الله إلهي وكم هديه إلا نفتي بوكسو النقطي وأما التثاؤب هم أنسيقي فإنما هو من الشيطان بو هذا شيطان بوكا هذا فإذا تثاؤب أحدكم قفكين هدوها منسدو فليرده ما استطاع ها علي انتو الدون إلا إن أفكي باك لتقي ها فإن أحدكم قفكين إذا تثاءب هدوها ما انسدو ضحك منه الشيطان شيطان باك قصلي رواية حيث المهم شيطان باك أفكي سيدح قلي مركاو حرب قف مركوها ما انسدو أفكي سينو قفتو علي انتو علين كرو حديث كبخاري باسو صاري أبو هريرة وحو رسولك كورنا يا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنو يري إذا عطس أحدكم قفكين هدوهن بسو فليقل هير هذا الحمد لله وليقل له أخوه ولكن هكده أو صاحبه قفك اللجوغة يرحمك الله إله يكون حريسته فإذا قال له يرحمك الله يرحمك الله مركو دهانا قفك هندسي فليقل ولالك هكو يرهدو يهديكم الله إله هدين هنوني ويصلح هاقاجيو بالكم شأنكم أمورتي نظمنا إله هاقاجيو هو قدعي سقن البخاري بصوصاري وفي لفظ قفك مركو هندسو هيرهدو الحمد لله على كل حال حال كسون كسوغن هاي الحمد لله إلهي بانكم هدينينا على كل حال في كل حالة حال كسون كسوغن هاي أبو داود باصو صاري أبو موسى وحويري الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس قفكين إذا عطس هدوهن دس أحدكم متكين فحمد الله أو فحمد الله أو فحمد الله إلهي وكم هديو فشمتوه فرح قليا تشميت أسمايا فلا تشمت بي الأعداء أي أدعو له بقولكم يرحمك الله ويا فرح قليا وحتقط رهضان إلهي هكون حريصو فإن لم يحمد الله لكن الحمد لله دوسا بهن فلا تشمتوه أدعو عينينا قفكاس ويرحمك الله بهن مركا إن لقو دعوه وحيكو حرانتهي إن إلهي كما حريصو فكما تدينو تدان سيدة إلهي ولا دقنتو بأدغان اللغو ولا دقمي مسلم باوري قفك مثلا دسك قاركي إن بضم بي هندستان قفك مرة مركو هندسو يرحمك الله بعد أوران مركة الله بعد أوران إيسا مركة سيدحان نوان أوران أحاديث باوحيت الماميان مركة أفراد قفك هرقب وقباي وحده إيسا مركة إلهك عافية عافاك الله أو شفاك الله بعد أوران إيسا وحي سدح كدن بي رجل مزكوم ويان مركا قف مركا هرقا بيسان ويان حديث كان مسلم باسو صاري درسيقين نعاو انتا سنكسو قبقا بينينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفارا